سهلة. وشو الحل؟ منرحل؟ مننحل؟ قبل ما نرحل وقبل ما ننحل اعقل وتوكل. العالم كله اليوم نعم بدمار شامل، حتى أصحابي اللي بأمريكا يلي هني أهل الجماعة عم ينزلوا على الإكوادور. خلص ما بيصح إلا الصحيح بما كسبت أيدينا من ألوف السنين. كم ألف حرب عم نعمل في سبيل السلام. السلام عليكم والسلاح عليكم، قلوبنا معك وسيوفنا عليك يا علي وبعدنا. فإذا العلة من هوني الحي فينا وفينا انطوى، لا يغير الله ما بقوم حتى. للأسف بعد وحدي على كل هالمحطات المنحطة بأمة العرب، لأنه كلنا اشتريونا. ما صدقت في واحد شاب بيحكي على بعد في محطة عن اشياء، يعني شو عم بيصير، هايدي فيها دودة، هايدي فيها هيك، هايدي فيها، بس ما بيحط الحل. وغيرهم وغيرهم وغيرهم، أعطيتهم الحل وبعثت لهم كتب وحطيتهم على الموقع. تلفنت لواحد منهم تليفونه مزعج، قلت له شو اللي حطيته على التليفون؟ قال لي هيدا البرنامج. يعني كلهم مشفرين طيرضوا هالبرامج اللي برا اللي لازم نحنا ناخدها. بيعطونا الكباية وبيحطوا فيها وسخهم ونحنا علينا نعيش هالوسخة إنه عم نعمل برامج. هيدي فك البرمجة هون، هي حضرة. ما تسمعوا شو عم بقول. اللي قاعد حد النور بيسألها العتمة، بس تقعد حد النور بتضوي. هيدي حضرة وحيدة بكل أمة العرب، بكل محطاتنا المنحطة، ما في غير هاللحظة. بحط القاعدة على الأرض وبفتح تمي، أنتوا بتفتحون تنايكم، شو عم تعملوا؟ بتحطها على الفرشة؟ بتحكي هشاشة لأنه قعدت على الفرشة وبعدين على الشاشة. كله برا بتشوفوا هيك في محطات تترفع الإنسان، هون كل محطاتنا منحطات تتحط الإنسان. ممنوع نوعا، بدنا نضل نعول أو أو. ومؤامرة نحن قبلناها لأن عندنا جهل، والإنسان عدو ما يجهل. جهل الجهلاء من تقصير العلماء. وين هالعلماء؟ في محمية هلأ للشجر، ما في محمية للبشر، للعالم بالأمة العربية. بس حدا يفهم ببلش نهدد وبدنا نقتلك. شو عملنا بكمال جملاط، بموسى الصدر؟ شيلوا لي الألقاب. الشمس ما بدها لقب. علم آدم الأسماء. بأمة العرب أجمل لقب، منو لقب هيدا، محب، خادم الحرمين. صرنا الحرميتين والصرميتين يعني. ما فت على بيوتكم لو لقهر الحال. شو عم تعملوا؟ وين الكويت؟ ما انا فت على بيتك. بشكري معزيتين، وحده اسمها مريم وحده اسمها نور. بس شو عم تعملوا؟ تاخذي طابق بستة مليون دولار، 10 مليون و12 مليون بلبنان ومسكر. شو عم تعملوا بالكويت؟ في وحده بالكويت قعدت ست اشهر مع 100 شكوشي. شو عم تعملي يا غنيمه؟ اذا في حدا قدر واحترم هالقليل منك انت لهالمره. عم تلتقوا بس ما في شيء. اللي عم تحكوه ما في حل. كلام بكلام. ما لازم يكون في مريض بالكويت، بالسعودية، ولو فاتت هالمرة على بيوتكم وشفتوا إشارات أحمد زكي اليماني. ولك كيف فيك تنام؟ أمرني الله حط إيدي عليك هون. قال لي كل شي بروح على مكة ما صارت معي. الله مش بمكة، مش بالحجر، بالبشر. ما أنا إلا بشر مثلكم. صدقوا الأنبياء. شو قال محمد؟ بدون أي لقب. برا هلأ كلهم نعم سورة العنكبوت، بس شرحوها بالإنجليزي، حكيها بالعربي. وبخاف إلكن شو قال. قال لي مريم ما تخافي، الله حافظك بهالآية. كلهم على سورة العنكبوت.
والعنكبوت أضعف المخلوقات، خيمت على أقوى المخلوقات وأبو بكر معه. قال له نحن اثنين، قال له نحن مش اثنين يا أبو بكر. وأبو بكر خاف، بتكون مريم ما تخاف بس حدا يهددني. مش هيك برا رجع بيل جيت هو ومصريات وكلها وغيره، واللي أغنى منه واللي أكثر والأكثر، تحت صار ميتة، واللي حاكم هالكرة الأرضية وبعتذر من كعبنا علي فوق أصحاب المعالي. شو سبب ما نقتل العرب كلهم؟ ناتشرال سيلكشن هالشعب. إذا أنا بدي ساهم بقتل نملة، بشخير الموت بدي أدفع. خلاص اللي قتل نفس قتل كل نفس، كل واحد بتشوفه اليوم هيدا أنا هيدا أنا هيدا أنا هيدا أنا هيدا أنا هيدا أنا. هو بيعرف يعمل اللي بيعرفه. مشان هيك اليوم أنا بعتذر من المفتي، من هيدا الرجال اللي بصيدا الأسير، كلهم تركون يحكوا اللي بدهم يحكوه، هني عم بيعملوا منيح من قلبهم. بن لادن وأسامة ومسامة وبابا وماما وكله، كل واحد هيدا دوره. حد العقرب لا تقرب، حد الحي فروشوني وساعدوا للعقرب. إذا ما فيها ما فيها بالحقيقة، ما في صح وغلط. من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر. قال له أنا ماني قوي مثله، أنت قوي تركت الله ولحقت الدنيا، أنا ضعيف تركت الدنيا ولحقت الله. يا حبيبي شو مهذب، أنا ما عندي بقى أبدا، ما عندي مجاملات وما عندي تهذيب وما عندي هالأشياء الاجتماعية. دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض، أحلى كلمة قال لي إياها المسيح. موتى إلي شي 60 سنة يمكن أكثر ما فت على الكنيسة. جارتنا بنتها رحت كنيسة الأرمن يعني، تذكرت نحن هيك هونيك بي جنزني أو ما بعرف نسيت، بس لقيتها تمثيلية من 2000 سنة لليوم. الناس جوا بالكنيسة، بالكنيسة اللي حد عم بيشدقوا بالعلكة وعوينات سود، سيارات مفحمة مشحمة، هيدي برا ما بتشوفوها. في شعب في هيك وفي هيك، كلهم يعني. أنا كنت قلت لشركة دفن الموتى إنه أنتوا اهتموا، ما بدي حدا ضايق حدا، عايشة وحدة و5 مليون بلبنان، صديق واحد منصور والباقي مصلحة. قلت عم نجرب لنشوف. هلا عملت فئتين من الناس، فئة من الشعب هيدي الموتى نلتقى التنين، وفئة أشطف زوم إلي أمل تشوف نلتقى الخميس، وإذا ما مش الحال إيرفوار. قال لي ما في زوم يعني الدليلة ما كوني معنا راهبة. قلت له أنا ما بدي أنتمي إلى أي دين إلى أي طائفة ومذهب وشريعة وطريقة، ما بدي الآن هاللحظة هي فيها يقظة. بس أعطيته وقتها كتب، كنا بطيارة خاصة، أعطيته كتب يقرأ. قلت له أنا ما بقرأ هيك، أنا بقرأ هيك، أنت رجل دين ورهبني. أنا ما عندي رهبني وما عندي طريقة، خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق، بين كل نفس ونفس في موته وليلة وأيامة. بس هلا قامت القيامة، إذا ما كبرت ما بتصغر. إن شاء الله إن شاء الله بكرة معلش أي بي أم العرب، ولكن بما كسبت أيدينا كل واحد منا يكون أشهده ويتنسن فعل اللي عم بيصير بسببه. هيدا أنا هيدا أنا هيدا أنا هيدا نحن نحن نحن. كل يوم إذا ما بقرأ ما بكتب بحس حالي يعني بموت أحلى. فإذن شو عملي؟ قال لي وقتها ميتشو خبرتكم بدهم 300 سنة العرب على القليلة يا مريم تقدروا يفهموا صفحة من كتبك بالعربي، وبالإنجليزي ما في زوم ما رح أكتب، بس عم بتسلى عم بكتب كتاب اسمه Thank you or thank. Thank you شكر، و thank يعني thank دبابة قصة
لما مر الإسكندر وديوجين عريان قال له للوزير تبعه هيدا هو اللي بتحبه؟ أنا ملك بتحب الشحاد؟ قال له أنت شحاد وهو الملك. قال له كيف؟ قال له طلع فيه. سمعه عم يحكي قال له أنت الإسكندر يعني؟ هالدبابات لشو؟ تانك تي أنكا ليش هالدبابات؟ قال له بدي احتل الهند وبدي اشوف امي. قال له بتموت قبل ما توصل على الهند وقبل ما تشوف امك. عم هالحكي هزه وقت اللي بيحكي ديوجين والمستنير يعني اسمعوا لهم بصمت العارفين مش شو يعني كلام بين الكلمات قوة المسيح والحبيب وكله يا كليم الله طلع فيه قال له إذا في حياة تانية بحب كون مثلك. قال له ما تأجل الحقيقة أجل الكذبة مش لحتيابك هالشمس بتكفيني وبتكفيك. كان معي كاسة اشرب لقيت الكلب اللي معي بيشرب بليها كبيتها. الكلب اتطلع بالملك اسكندر ورجع اتطلع بديوجين وهز راسه تعجب. قال له بس انت شحاد وانا ملك انا امبراطور. قال له بس نوصل على البيت بنعرف مين الشحاد ومين الملك. وهيك مات الاسكندر. قال له نحطوا ايدي برات التابوت رشوا مصريات تخلي الناس تاخذهم تلمهم والاطباء تحملني تابوتي ما عدروا شفيوني لانه بعدك نذل وجاهل ما حدا بيشفيك الا جسدك وانت السيد على جسدك اللي جسدك عليك حق وانت السائل وانت المسؤول وانت الحبس وانت المحبوس واذا صدق السائل هلك المسؤول خلاص. فاذا ويك اب يا انسان عم فتش على انسان في واحد بلبنان ما بنحكي وقت اللي بنلتقى منصور وانا كان عمره 18 سنه وخلص قدر اخذته اللطشه حاضر ما في كلام بنقعد ناكل منحش والباقي بعد ما في لقينا أربعة خمسة ناخد أرض ومنبني كم كوخ. وعم بيقولوا لي أصحابي برا في كتير من هالناس الجهل بالعرب مريم بيفتكروا إنكم عم تعملوا حزب بيجي السلفيين بيقتلوكم بيكونوا عم بيعملوا منيح مع الإسلام يعني ما حدا عارف شي منيح اللي شفت الإسلام قبل المسلمين معه حق. أنا عم فتش على إنسان مسلم ما في هي اللي بتشوفوه بأمة العرب ما قالوا عليه أبدا برا بتحضروا حضرة شرق وغرب وبتقولوا يا الله ما في كلام شرق وغرب. هلأ بالهند في مطرح قالوا لي بناخد عرب ومسلمين مع أنه عم بيفجروا كتير وعم بالهنود وكل واحد مين بده يزيد هنا الكاثوليك أكتر. نعم لأنه الكاثوليك مدعومين كل الغرب الفاتيكان كلهم بيساندون. وقت قلت لها للأم تيريزا فرجيتكم صوري معها تتصدوا أني كنت مع الصورة بتصدوها بس مريم لا قلت لها بطيارة خاصة بروح أنا وياكي وبتشوفي المسيح عم بيغسل إجرين الناس بمكة. قالت لي أنت قوية الحقيقة ما إلا المسيح منه مسيحي ولا محمد محمدي ولا بودا بودي ما بتنتمي إلى أي دين إلى أي شريعة إلى أي طريقة الفطرة اللي عندك. وهلأ هالكم ورقة بإيدي محطوطين بكتاب تانكيو رح أقولهم بكم كلمة يعني اختصر خير الكلام. في طريقة عدة طرق بس هاي طريقة بتوصلك بين ثلاث أسابيع وثلاث شهور بتضوي قنديلك. من عشية قبل ما تنام على الطريقة على اليمين أو يسار أو على بطنك بس الأفضل على اليمين القلب بيفتح وهي طاقة الصعود يلي على يمين المسيح قال له أنت معي الآن الآن أنت معي. هيدي رموز علمية العلم عم بيعترف فيها. بتغمض عيونك
تلبس هيك ماش من نور، طاقة اسمها هيل، طاقة نور بتغطي فيها جسمك، تكون بعيدة عنك هيك شي 6 سنتي، بتاخد 5-6 دقايق غطي حالك بالنور. هاي الوقاية، انت الله حافظك، بتشوفوها بسورة العنكبوت أول إيه، بتغطي حالك وبتنام. هالطاقة النورانية كل الليل تشتغل فيك، بتوعى الصبح قبل ما تفتح عيونك كمان الحمد لله، وبترجع بتغطي حالك كفن من نور مثل القماش، بس تروح على الحج هيك مشي مشي عريان وكفنك نور، وبتقوم. هيدي اسمها ديماركيشن لاين. أول جمعة، ثاني جمعة، ثالث جمعة بتصير تمشي بين الناس استفرغ عليك، ما تاخدها، حولها ورد له إياها نور. هو حامل كتير، حامل خطايا العالم، حامل كتير مشاكل، فإذا أنت السبب أخذتها منه، غيرها وعطيها، غيرها وعطيها. من وقت لوقت أنت عم بتسوق تذكر، أنت عم تاكل، أنت عم تمشي، بتصير مش بس 6 دقايق 5 دقايق عشية والصبح، بتصير أكتر الوقت بالنهار. هيك أشهدوا مين اللي عم بيحكي؟ مريم. منا موجودة، ما في بالوجود إلا الوجود، فإذا الوجود من خلال مريم. مين عم بيسمع؟ أنتو؟ لا، الوجود من خلالكم، متواصلين نحن، صلة الأرحام، رحمتك وسعت كل شيء. بعدين بيجي وقت ساعتين ثلاثة بالنهار بتصير حسيب ورقيب على نفسك، أشهده. بيجي وقت خلال 3 شهور 24 ساعة الناس بتشوف إشارات منك، الحمد لله. بس أنا مش مسلم يا مريم، وأنا مش مسلمين، ولا محمد مسلم. الإيمان خلقت فيه، أنت وطفل وجنين ببطن أمك، أمك عندها رحم وبيك عنده رحم، تاني جسد ومب رحم الرجل والمرأة 50 و50. مشان هيك الكتاب خير جليس، قلت لكم ما بقرأ إلا أوشو، أوركسترا الرجال، حكي عن كل الطرق وكل الديانات. 9 سنين كان عمره، فات على المسجد، طبعا طهروا والقد بيفهموا، بس فات وقال لا إله إلا الله. إجت إشارة قالوا له أنت شيطان، قال لهم أنا ديفاين ديفل، شيطان رحماني. وهيك أخذوا أمر يقتلوه، وسمموا له بأمريكا بأمر من ريغان يموت خلال 3 شهور. عاش 5 سنين وقال رح أترك سر كبير فيكم كلكم، بأي كتاب، بأي صفحة، بأي كلمة، ما تنهتموا شو عم بحكي، فوتوا بصمت العارفين، فوتوا بالفجوة اللي بين الكلمات. عشان هيك هيدي حضرة. إذا هلأ بقول رقم تليفون البيت بيدقوا تيسألوني كيف بدها تحبل وما يكبر بطنها وكيف هيك وهيك، ما بقى جاوب على التليفونات، نادراً ما يدقوا أو بتاكلوا بهدلة. بعتوا بريد، وإذا بريدك الإلكتروني تشينجر فينجر أندرسكور مندرسكور تبقوا. بدي أحكي مع رجل مع امرأة يكون بريدك نظيف، ما تكب لي كل الزبالة اللي بتجيك، هيك بيتك وهيك أنت. بدي أعيش مع نخبة النخبة، صفوة الصفوة، خاصة الخاصة، مش مع الناس يلي شاريك الساعة وشاريك هذيك الأحمر الحمار بالخط العريض. ما قلت لك عيب. وإذا في حدا بقلبي، أنت نسيت اسمك، نايلة بنته، بيك قال لي أحلى صفحة بجريدة النهار إليك يا مريم بخط إيدي، رحنا عند أنطوني. شو القصة؟ كل يوم كل يوم قصة هيك، شو القصة؟ ومن هالقصة منتعلم، وهالقصة لك جبران التويني. واحد كتب مكتوب، أنا عمري 86 سنة وفقير وخضيار وما عندي حدا، لا الله مكتوب، دخيلك بعت لي 100 دولار، راح على البريد وعطاهم مكتوب. شافوا رجال كبير هيك
فتحوا المكتوب لله، يا الله أنا هيك 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 بدي 100 دولار، لموا من بعضهم طلعوا 95 حطوهم. إجا جاني مكتوب من الله، قالوا له نعم تفضل، فتح المكتوب وكتب مكتوب تاني بعده، هات لنشوف. قال له ليك يا الله أنا طلبت منك 100 دولار، بعثت لي اياهم 95، هالو موظفين عندك بهودي البريد حرامية بعثت لي اياها خصوص كرمالي لألي أنا. كلنا هيك مهضومين يعني، وقت اللي بتجي النكتة بتجي تحت لتقوي المحور مش العزقة، العزقة ما بتتغير، أنا بدي أغير المحور. مش هيك طواف، مش هيك الكلب إذا فات ترجع بتتوضى، مش هيك مانيجور باديجور زنديجور منديجور على الرجال والنسوان. هلا يا أشبه الرجال والنساء، شفت أم امبارح عنا بالحي عم بتساوي السيارة مش عم تعمل، ولاد عمره 3-4 سنين راح بعيد راح بعيد، لمين هالولد؟ صرت صرخ، قالت لي إلي، قلت لها هو فوق، قالت لي هلا بيجي، قلت لها إذا خطفوا، قالت لي دخيلك ما عم بيخطفوا كثير، يعني بفهم إذا البي قال هيك، بس أنت خلاص ما بقى عنا مش عقل، ما بقى في أعقل وتوكل، في أجهل وتوكل، بس بسببنا بسببنا. بطلب من كل وسيلة إعلام مندفع، مش منرفع التنورة، مندفع كل وسيلة إعلام يحطوا ساعة لله، ربع ساعة، 5 دقايق، شو ما كان، ساعة الله غير ساعة عبد الله، بجريدة بإذاعة ما بعرف تلفزيون، كلكم بالألوف موجودين منحطين، مئاتي مئاتي مئ رايح مئ جاي. قالوا لي عم تفتح تلفزيون بتحديك، وأنا بنت طرابلس كمان، إذا فيك تحط هالمرة. السفارة الأمريكية عنا خافت، قالت لي عن شو بدك تحكي؟ ما قلت لها التلفزيون إلكم، لا بدنا نعرف كل هول حاطين ما بقعد يا أموات بنعرف، بس أنت خطرة. قلت لها بس أنا بدي أقول إنه الأمريكان والعرب ما بيعملوا إرهاب، الإرهاب لحوه بكل قلب وبكل فكر. أوباما ناطر ترجع مريم نور ونعمل مسيرة اسمها بي سبيس، هذا اسم جديد بباسبور أخذته، وهالبي سبيس إنه نروح مشي لعندك من كل أمريكا وكندا. واي وور؟ ليه عم تعملوا حرب؟ كل اللي عم تعملوه كذب. خلص منحط العلم أبدان وأديان، إيمان، إنسان، قرآن، فرقان، عدنان، رحمن، كلهم ألف نون فجر وظهر، مثل ما هلأ بتشوفوا وين مكان بلبنان في عيد الحمير الأحمر، قال هيدا عيد الحب، هلأ صار الحب عنده عيد، هو عيد الظهر، إذا بتطلع بالشمس حمرا 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 بتعمل لك بلورينج بالعينين، عم بيعملوها بالإنترنت هلأ، كل الكمبيوتر وكل هي عايدينا، ما بقى في بصمة هلأ عم بيصوروا الببو، حتى الببو بدهم يغيروه. بس في بأمريكا جماعة سكرانين وأنا منهم، عيد الحب وعيد هيك كل يوم ساعة البدون حطوا اي اي الكوهوليك انونيموس، وانا عشت معهم بقلبي. فإذا اليوم قد ما فينا نتذكر ونشوف كل واحد بتشوفه معاه مشرد بسببه بسببه بسببه، هيك بتصير كوني، وهالكون بصير كن فيكون، to be or not to be، نكون أو لا نكون، كتاب للمعلم كمال جبلاط. فإذا the being، أنت كائن حي قيوم حي قيوم، أقرب إلك من حبل الوريد، يعني ليه بدك تروح بعيد؟ ما بدك ولا جورو ولا معلم ولا مريم ولا نبي ولا حدا أبدا. من آمن بمحمد محمد مات، ومن آمن بالله الله حي، مش بالقلب هيدا اللحمة. مشان هيك ويك اب يا انسان، قبل ما تاخذ دواء تروح لعند الطبيب تعملي تصوير واشعه ومدري شو، كله مجانا مجانا، شيلوا لي كلمه مجانا، شيلوا كلمه دايت فود، شيلوا كلمه، ما رح اقولهم بيعملوا بيب بيب بيب، كيلينج فود كومباني حلوه كثير، كله الاكل بالبيت، كاسه قمح بس، على موقع بيت الله اسرار كبيره محطوطه، نحن في محمد كيلاني وبشار أنطون وزينب ومهدي وزينة، يعني
ما بيطلعوا 10 بهالثلاثة مليار عربي. بس بحب يكون في جمعة هيك، كوخك هون كوخي هونك، حكاية هيك اطلع الاقي في حدا، مين اللي بيسبق الثاني بيكون احتفال. كلنا رايحين على البيت من ممر الى ممر حتى المقر. تحرز نعمر بيوتنا، حفات عراتنا تطاول بالبنيان على الجسر، فوت على النور لجوا. وقت سألوا للمسيح يا روح الله ليش ما عندك بيت؟ قال له صديقي عاش 800 سنة وما عنده بيت، حامل هالعصاية وماشي. القوي منا بالعصا، بعيسى، عيسى ابن مريم، طاقة صعود. فإذا كل الطرق وكل الديانات وكل المذاهب، نعم، منا من ذهب. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. يا واقفا عند أبواب السلاطين ارفق بنفسك من هم وتحزين، إن كنت تطلب عزا لا فناء له فلا تقف عند أبواب السلاطين. تخيلكم يعني إذا هالحضرة هاي ما بدها تحضرنا للموت رح نضل أموات. خلينا نفوت. اللهم تقبل منا هذا القربان، الحسن والحسين وستنا زينب. منعمر مساجد، بدي ساجد. أموالنا عم تنصرف كلها على الحجر. انتبهوا، العلي منا بالمال، تعطى نصرف صدقاتنا وزكاتنا مش على الحجر، على البشر.